يخال المرء نفسه في سوق الحميدية بدمشق، ففي خضم النزاع السوري نقل متجر البوظة الشهير بكداش محله إلى عمان وسط ترحيب اللاجئين السوريين الذين يحنون إلى سوريا ما قبل الحرب. جل تفكيري ببلدي، بالشعب، بحيي، لأنه تعرف الإنسان يعني هي جذوره، وبالتالي بحل الجذور. فأنا وقت شفت هون المحل لفت نظري. وفيما يحاول فرع عمان إحضار البوظة من دمشق وتوظيف أكثرية من السوريين للحفاظ على طابع البلاد، فإن عملية الشحن تنطوي على مجازفات، فتنطلق قافلة الحاويات من دمشق وتعبر السويداء ثم درعا جنوباً قبل اجتياز الحدود الأردنية، محاولة تجنب المناطق التي تتعرض للقصف. مرات بيكون في جيش حر، في جيش نظامي، في ناس إصابات، سرقات، سطو مسلح. فاللي بيصير إنه البراد بيعبي أو الشاحنة، بيطلعوا قوافل، بيستنى كل 10، 20، 30 بيطلعوا قوافل عشان الحماية. وفيما أتى اثنان من عمال بكداش في دمشق إلى عمان، فإن العمال الآخرين من اللاجئين. محمد هو أحد عمال فرع دمشق السابقين. يعني بصير الأوضاع شوي سيئة. أنا هون يعني تم اسم بكداش في الشام، سوريا. نحن أجينا لهون خلي سوريا يزدهر إن شاء الله. وعلى غرار الزبائن يأمل محمد أن يعود قريباً إلى بلده الذي لا يراه إلا من خلال لوحات زينت جدران المتجر.